النهارده كانت خساره مستحقه جدا للزمالك امام ام بي، 6 أو 7 لاعبين على الاقل خارج مستواهم، والزمالك اللي كان بدا يقف على رجله ظهر بشكل هزيل، انعدمت فيه روح الفوز بدون اي مبرر. والناحيه الثانيه ام بي بمجموعه رائعه من الشباب ومعاهم ايبوكا اللي هو احد افضل محترف الدوري، قدموا مباراه تكتيكيه رائعه بقياده الكابتن حلمي طولان. المنافسه السنه دي واضح ان هيبقى فيها فقدان نقاط كثيره من الزمالك زي الاهلي، وادينا بنتفرج.